كسكسو داري يقدم لكم شي ومع شوميشة. كسكسو داري ما يختداري. صلصة ديالك الباربيكيو من الصلصات العجيبة، يا إما كنستعملوها كصلصة مرافقة للأكل أو لا كيمكن لينا نوظفوها كصلصة الترقيدة أو لأون ماريناد. غادي تشوفوا معايا الطريقة ديال التحضير ديالها والوصفة كذلك اللي غادي نوظفها فيها. فأنا اختاريت اليوم نحضر لكم فخيدات ديال الدجاج اللي غادي نديرهم بالصلصة ديال الباربيكيو، يعني غادي يطيبوا ويترقدوا كلهم فيها. غادي نشوفوا المكونات ديالها وكيفاش يمكن لينا نوجدوها في البيت باشياء اللي كتكون متوفره عندنا. فاحنا كنحتاجوا لها الصلصه ديال الكاتشب باش نعطيوها اللذه اولا النكهه ديال الدخان، كنديروا لها الصلصه ديال الصوجا، هي غادي تعطيها صلصه الصوجا كتعطيها النكهه ديال الدخان، النكهه كذلك ديال الملوحه باش كنخلقوا التوازن مع الحموضه والحلاوه اللي عندنا في الكاتشب. كنعاودوا نوضحوا الحموضه بشويه ديال الخل، كنديروا شويه ديال السكر. بطبيعة الحال كنسمو هاد الصلصة ديال الكاتشوب لأننا غادي نرقدو فيها الدجاج بالبصلة وبالثومة أو الصلصة ديال الباربيكيو، غادي نسموها بهاد المكونات اللي تكلمت عليهم. إذن أول حاجة غادي ندير البصلة مشلضة، غادي نديرها كتنزل باش تعطيني الحلاوة طيبة ديال الحلاوة ديالها في لاصوص. نزل البصلة وغادي نضيف عليها شوية ديال الزيت، هنا بحسب الكمية ديال الصلصة ديال الباربيكيو اللي باغيين نوجدو. قيمت واحد زوج المعالق كبار حتى لثلاثة. غادي نخلي هاد البصلة كتنزل، وملي غادي تنزل نضيف عليها الثومة، من بعد غادي نضيف عليها صلصة الكاتشب، نضيفو كذلك لاصوص صوجا، شوية ديال الخل، وهنا كاين كيف ما قلت شويه ديال السكر باش تعطيني الحلاوه اللي كنلقاو حنايا في لاصوص باربيكيو. الا بغيتو تنسمو بشويه ديال الزعتر، هي كيجي المذاق ديالها لذيذ مع هذا لاصوص ديال الباربيكيو، ندير شويه ديال الزعتر. بالنسبه للفخاد عندي هنايا، فانا خديت الفخاد زولت لهم العظام باش يلاه داك لاصوص تجي داخله بالداخل ديالهم، قد ما خلينا مرقدين في لاصوص ديال الباربيكيو قد ما تيجيو ملددين وبنان. بالنسبه للفخاد ديال الدجاج انا حيدت لهم من قبل العظام. كيمكن لكم تستعملوا الفخاد ديال الدجاج كيف ما كيمكن لكم تماما تستعملوا البياض او الصدر. حلوهم هكذا من الداخل باش غادي نصبوا فيهم لاصوص من الداخل، ومن بعد نغلفوهم بها هذا باش ندخلوهم للفران. قد ما خليناهم هما تيرتاحوا في هذا لاصوص قد ما تيجيوا لذاد بزاف وتيجيوا شاربينها. خليت الفخاد ديال الدجاج مرقدين في الصلصه اللي وجدت، وعملت البصله شويه ديال الزيت مع الزبده باش غادي تشحر. هاد البصله غادي نوجد بها الطبق المرافق اللي هو طبق ديال المكرونيه من نوع السانتير، غادي نوجدوها بحال الشكل ديال الريزوتو. غادي تبعوا معايا من بعد ما غادي يطيبوا الفخاد ديال الدجاج، غادي نعملوهم في الفران بطبيعه الحال اللي كيكون مسخن على درجه حراره 180 حتى 170. كيمكن لكم طيبوهم في طنجره ولكن خاصو تكون على عافيه مهيله بزاف. اذا انا غادي نعمل الفخاد ديال الدجاج في الفران، ومن بعد غادي نكمل التحضير ديال الوصفه ديال السانتير على شكل ريزوتو. نزيد الثومه على البصله، وغادي نضيف الكميه اللي خاصني ديال السانتير. غادي نخليها غير كتشرب اللذة ديال البصله مع الثومه والنكهه ديال الزبده. كنغطيو في الاول الكميه اللي عندنا ديال المكرونيه. درت كميه ديال المرق ديال الدجاج مع السانتير، غادي نخليها حتى كتشربها، من بعد كنولي نضيف كميه ثانيه كنخليه عاود حتى كيشربها حتى كينضج. ملي كينضج نسال الطير كنولي نزيدو الذره،
وكنزيد الملحه شويه ديال البزار وقليل من القشده الطريه. والا بغينا نضيفوا بعض الاعشاب المنسمه بحال المعدنوس او القزبر كيبقى هذا بحسب الاختيار. ملي كيطيبوا الفخاد ديال الدجاج كناخذوا داك لاصوص اللي بقات منهم كنصفيوها كنعاودوا نسخنوها وكنسقيوهم بها وكنقدموهم مرفوقين بلسان الطير مع الذره طايبين على شكل ريزوتو. سلامه.